السلام عليكم، طمني شلون الروبوت؟ أهلين بالمعلم، والله ما أعرف شو بدي أقول لك. صار كسر 3 قطع وجرح 3 عمال. يا أخي ما عم يشوف صح، ما عم يشوف منيح. أيوة إيه تمام، حالته عندي جايك. السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة الروبوتات بالعربي. أنا مهند، واليوم موضوعنا رح يكون عن الرؤية الروبوتية أو ما يسمى بالروبوت فيجن. لحتى نبسط مفهوم الرؤية بالروبوتات بشكل أكثر، رح أطرح مجموعة من الأسئلة وحاول جواب عليها معكم. والسؤال الأول رح يكون شو هو مفهوم الروبوت فيجن؟ والسؤال الثاني رح يكون ليش لازم نركب روبوت فيجن على الروبوتات؟ وهل يا ترى كل الروبوتات لازم يكون في عليها كاميرات أو رؤية؟ وبآخر الفيديو راح نستعرض مجموعة من الأمثلة الواقعية اللي بيتم استخدام الروبوت فيجن بالروبوتات. الرؤية الروبوتية هي عملية إضافة كاميرا أو حساس رؤية على الروبوت لحتى يقدر هذا الروبوت يشوف مساره بطريقة أفضل. مثل ما شفنا بمقدمة الفيديو، لو الروبوت عم بيقوم بحمل أشياء وهي الأشياء موجودة دائما في مكانها، فالروبوت فيجن شغلة مو ضرورية مو لازمة. أما في حال هاي الأشياء ممكن تتحرك من مكانها، وبالتالي بيحتاج الروبوت ليعدل مساره أثناء الحركة، فوقتها الروبوت فيجن أو الكاميرا هي ضرورة ولازم تركيبها على الروبوت لحتى يعرف الروبوت مكان الأشياء. طبعا الروبوت فيجن هو عبارة عن جزء صغير من سوق كتير كبير بيسموه الماشين فيجن أو رؤية الآلة، وهو سوق ضخم جدا. لو افترضنا على سبيل المثال انه في 10 او 20 او 30 شركة بتصنع روبوتات، ففي بوقتنا الحالي اكثر من 100 شركة تشتغل في مجال الماشين فيجن، واللي جزء منها مثل ما حكينا الروبوت فيجن. السؤال الاخير والمهم، يا ترى هل الكاميرات اللي بتنضاف على الروبوت ذات تكلفة عالية، ولا هي شيء ممكن انه نعمله بدون تكلفة كبيرة؟ في الحقيقة موضوع يختلف حسب نوع التطبيق ونوع الكاميرا ونوع السوفت وير اللازم للروبوت، ولكن بشكل عام روبوت فيجن هو شيء غالي مكلف، ممكن احيانا يكلف نظام الفيجن اكثر من حق الروبوت نفسه. بس بنفس الوقت لو حسبنا الميزات اللي بيقدمها الروبوت فيجن، مثل تسريع عمل الروبوت، تجنب انه الروبوت يقوم بالاصطدام بالاشخاص او الاشياء، وايضا الحفاظ على الجريبرز او الاشياء اللي بتتركب على الروبوت، فمنلاقي انه الروبوت فيجن هي شغلة فعلا تستحق الاستثمار فيها. راح استعرض معكم حاليا مجموعة من الأمثلة اللي بيتم فيها استخدام الكاميرات لتعديل مسار الروبوت. في هذا المثال اللي عم نشوفه قدامنا، روبوت من نوع دينسو، في كاميرتين مركبين بالمنطقة اللي بيشتغل فيها الروبوت، والروبوت بيقوم بشكل مباشر بتلقي التعليمات من الكاميرات والاتجاه إلى القطعة الموجودة وحملها بشكل سريع. عم نلاحظ كيف العملية سريعة وسلسة وبتوفر وقت العمل. وهذا مثال آخر لروبوت ياسكافا، عم بيقوم الروبوت أيضا بنقل أشياء ووضعها على بمكان آخر، وأيضا مثل ما شايفين بطريقة سريعة، والأشياء مو لازم تكون بمكان معين لأن الروبوت عم يستعين بالكاميرا المركبة أيضا فوق المكان حتى يقوم بتعديل مساره والقيام بالعمل الصحيح. وآخر فيديو حنشوفه هلأ هو فيديو كيف الروبوت عم بيقوم بحمل دوناتس، وبالتالي هذا بيورجينا قديش استخدام الروبوت فيجن له تطبيقات واسعة، مو بس بالقطاع الصناعية، ولكن أيضا في مجال الغذاء وفي مجال الدواء وفي كل المجالات يلي دخل الروبوت فيها يمكن إضافة الفيجن ليساعد الروبوت بأداء مهامه بدقة وبطريقة أسرع. بالختام اللي حابب أقوله بهذا الفيديو إنه مجال الرؤية الروبوتية هو مجال ضخم كبير وعم يكبر أيضا مع توسع مفاهيم الذكاء الاصطناعي،
والارتفيشال انتليجنس، لانه بشكل عام هذا المجال يمكن ادخاله في مجال الرؤية الروبوتية بشكل كبير. اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. في حال عندكم اي تعليقات او اسئلة، لا تترددوا ابدا بطرحها بالتعليقات. السلام عليكم.